فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمنا، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. نعم، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، وهذه هي القاعدة التي كررها الشيخ رحمه الله، أنه ليس معنى كون العرب أفضل من العجم جنسا أيقتضي أن أفراد العرب أفضل من أفراد العجم، فقد يكون في أفراد العجم من هو خير من كثير من العرب، فرب حبشي يكون أفضل من كثير من العرب، مثل بلال الحبشي رضي الله عنه، فإنه من سادات السابقين الأولين والمهاجرين ومن أفضل المسلمين رضي الله عنه، ولم يضره أنه عجمي وأنه حبشي، ولم ينفع أبا جهل وأبا لهب وأضرابهما من صناديد الكفرة أنهم من صميم العرب وأنهم من قريش، لم ينفعهم ذلك.